بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد ايها المشاهد الكريم مرحبا بك مع حلقة جديدة من هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج المبارك الميمون حقائق اسلامية فمع شبهة جديدة وهي ان الانسان خلق صدفة ادعوا ان الانسان نشأ صدفة ليس هناك خالق وان الانسان ليس بمخلوق انما نشأ صدفة ولكي نبطل هذه الشبهة نوضح انها نشأت من خلال الاساطير الاولين اساطير الاولين عند اليونانيين القدماء وغيرهم اما العلم الحديث اثبت انه لا يمكن بأي مجال ان يكون الانسان نشا صدفه لماذا لان الانسان مكون من جسد به عده خلايا خلايا بالملايين وان الانسان به وظائف متعدده وليكن البروتينات التي بها الاف الاحماض الامينيه لا يمكن ان تنشا صدفه هذا ليس بكلامي انما كلام العلم الحديث الخليه الواحده التي في اي جزء من جسد الانسان اذا اردت ان تنشئ خليه تستغرق 24 ألف سنة و310 سنة إذا لكي يوجد الإنسان صدفة يحتاج إلى ملايين السنين لأن به ملايين الخلايا ملايين الخلايا وحاسة السمع والبصر واللسان والقلب والأعضاء الحسية والحركيه والعصبيه كلها بنظام دقيق اتنشا صدفه ولو نشات صدفه فلماذا في الانسان ولم تكن مثلا في غير الانسان من اي حيوان ولو كان صدفه مثلا لكان الحمار شاعرا نقول صدفه او لكان الجمل طائرا انما خلق الكون بنظام دقيق خاصة الإنسان الذي قال الرحمن في حقه ولقد كرمنا بني آدم فالإنسان مكون من أعضاء حيوية أثبت العلم الحديث بما لا يدع مجالا للشك أنه له خالق من خلال كما قال تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الأفق وفي أنفسهم النفس البروتينات التي بها آلاف الأحماض الأمينية كيف تتكون لا تتكون صدفة إنما تحتاج إلى تكوين وكما أن الإنسان به خلايا هذه الخلية التي تنتج الخلايا العصبية والخلايا الحسية والخلايا الحركية تحتاج لا أقول إلى ألاف السنين وهذا ليس بكلامي وإنما كلام علم الحديث بل إلى ملايين السنين كي ينشأ الإنسان صدفة والله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه الكريم بأنه خلق الإنسان الرحمن علم القران خلق الانسان والله تبارك وتعالى اخبرنا باننا في انفسنا معجزات وفي ايات حتى نبصر وعلى فرض ان الانسان خلق صدفه فلماذا لم يخلق ايضا غيرنا صدفه الان لماذا هل الصدفه تكون مره واحده قد تتكرر لو ان شيئا واحدا ليس الانسان فحسب خلق صدفه فلماذا لم يخلق غير هذا الشيء صدفة، الانسان الذي بمجرد التزوج بين الذكر والانثى نصف كروموسومات الرجل ونصف كروموسومات المرأة يتحدان حتى ينشأ الولد سواء ذكرًا أم أنثى، هل هذا صدفة؟ لا والله، بل نظام دقيق عجيب لله تبارك وتعالى أبدعه وأبدع خلق الانسان حتى يحمد الانسان ربه تبارك وتعالى على ان اودع فيه نعمه الحياه فنحمد الله تبارك وتعالى على ان احيانا مسلمين وندعوه ان يتوفانا مسلمين والسلام عليكم ورحمه الله تبارك وتعالى